دركوش هذه المنطقة الجميلة الخلابة التي تجذب السياح من كل حدب وصوب تشتهر بمواسمها الزراعية المتنوعة. دركوش قديما كانت تمتد من العين الساخنة هي مقابلنا الطرف الثاني من النهر إلى وادي الطيور جانب الحفرية إلى حاليا، وكان يسكن دركوش بحدود 40,000 نسمة. ثم حدثت هذه الزلازل وأودت بحياة كثيرين. يعمل معظم السكان في دركوش بالزراعة، والمواد الزراعية متنوعة في دركوش، تشتهر بالرمان. الرمان أنواع، الرمان العصفوري والرمان أبي الجمل والرمان الحلو والرمان الحامض واللفان وإلى آخره. ثم الموسم الثاني هو موسم الجرانك. الجرانك بسموه برقوق في بعض المناطق، فالجرانك أيضا موسم من المواسم الأساسية والرئيسية في دركوش. للأسف يعني المزارع شريك مع مجموعة من الشركاء، ولكنه هو الحلقة الأضعف بين هؤلاء الشركاء، لأنه هو من يفلح، هو من يكافح، هو من يقلم، هو ويدفع مسبقا قبل الموسم، ثم يأتي الموسم. الموسم يكون تحت رحمة السوق، عرض وطلب، التلاعب بالأسعار، وجود العوائق التي تمنع وصول هذه البضاعة إلى مناطق تباع فيها. مثلا يعني مثلا العراق كانت تأخذ الرمان الفرنسي، حلب كانت تأخذ المشمش، لبنان تأخذ الجرانك، وإذا وصل الجرانك إلى لبنان يرتفع السعر. للأسف هذه العوائق لسبب أو لآخر حدت من وصول هذه المادة إلى السوق الرائج لهذه المادة. هذا أمر. الأمر الآخر، العام الماضي كان في موسم، يعني أنا في بستاني كان الموسم بشكل جميل جداً، يعني أطنان من الجرانك قطفنا، 7 أطنان، بينما السنة ما في حمد بسبب الصقيع الذي حصل في غير وقته. يعني نحن نرتاح إذا حصل الصقيع في مربعينية الشتاء قبل جريان العصارة. بعد جريان العصارة هذا الأمر، وهو ما حصل في هذه السنة، انعكس على عدة أصناف: الجرانك 1، المشمش 2، المانجا 3، الرمان 4. يعني المانجا كانت الإصابة كما تلاحظون حولكم إصابة في المية، ما في زهور. عندما أزهرت جاء الصقيع فانتهى الموسم. الجرانك كان نسبة الصقيع، يعني التأثير على الجرانك في 75% إلى 80%. فهذا الأمر ينعكس طبعا على المزارع الذي كان يمني نفسه بأنه سيبني وأنه سيزوج وأنه سيعود فرجا. كل هذه الأمور تتلاشى أمام الحصيلة المادية لهذا الموسم. الأسعار يعني كانت مقبولة في البدايات، قبل العيد كانت مقبولة، بعد العيد بأربع أيام 5 أيام كانت الأسعار، ثم تدنت الأسعار وقالوا أنه الطرقات مفتوحة ومغلقة ومن الحكي هذا الذي يتلاعب به التجار، ولذلك نزلت الأسعار بشكل كبير من 30 10 8 ليرة ونص آخر سعر كما في الوصل الذي جاءني اليوم. السنة كتير وضع الخلق كتير صعب، يعني أجرة العامل ما بتتناسب حتى بأصغر شيء، يعني مع قنين الزيت للبيت. يعني أجرة العامل 50، صاحب البستان الله يكون بعونه ما بين دواء وفلاحة وبخ ومازوط ما بيوفي معه شيء أبدا. يعني صاحب البستان بيريد يعطي أكتر للعامل، بس كمان إذا أعطى أكثر من هيك بيخسر، والعامل كمان بنفس الوقت 50 اللي عم ياخذها من صاحب الرزق يعني ما عم بتوفي معه بشيء أبداً.